بس فهمني شلون مات. ما سيدي انا مخور سيدي، مثل كل يوم اوزع للكلاب لحم زين، وصلت لقيته تمدد، طبيت عليه لا حس ولا نفس. رحت جبت الطبيب البيطري وبعدين قال البقيه بحياتي. بس انا شاك فيه سيدي، قبل يومين وضعه مو تمام. شلون؟ يصفن سيدي. لك تعرف يعني شنو مات؟ يعني شنو؟ يعني زين انت تعرف هذا الكلب شنو؟ اي كلب غير. اقول لي كلب؟ اسمع انت المسؤول امامي. سيدي هاي كلها على مود هذا الكلب، شنو هي ضروسه ذهب؟ اسمه مو كلب. اسمه كلب. سيدي اطبان مكانه بالقفص اعوض النقص. ها؟ هذا صاحب ما يعتمد عليه. انا صوتي قلت لك سالفته خاطره خاطره، شلون تعوفني؟ يا هذا بس طول طلع كل شيء ماكو. عم حقها مرت حقها تخليه يغسل هدوم ومواعين. اجيتك رجعتك. صدق كذب صاحب، وين الكلب جايني هيك؟ شنو انا مو بعينك تسال على كلب؟ ولك الضابط قال حدك من هذا الصبح، اذا ما تجيب كلب كيناين بدل المات انت تتورط. والله صراحه يا ابن عمي انا رحت سالت كل جنايات الكلاب، اي قالوا لي هذا الكينان فصيله نادره ما موجود، هذا تستخدمه الاجهزه الامنيه فقط بالتفتيش وبالمطارات، وحتى تدريبه صعب، مو اي واحد يجني يا عيني. يعني ماكو؟ ماكو. يعني صاحب شنو رقبتي طارت؟ طارت؟ رقبتك تطير على مود كلب؟ كلب وليس كلب، كلب. أحا لقيتها. شنو عندك صورة المرحوم؟ لا والله ما عندي، بس نقدر نطلع على الانترنت اكو وايد كلاب يشبهوه. خلاص احنا نروح لأي شارع نلقى بيه كلاب سائبة نطابق الصورة ونجيب منه واحد. ولك يا كلاب سائبة، أنت تدري الفرق بين الكلب السائب وكلب الكيناين شنو؟ شنو؟ مثل الفرق بينك وبين ميسي. يعني مو راح اجيبه قبر، راح نغسله ونبدله ونجمبزه. ده جمبز روحك اول مره، جاين احمر واصفر. قل لي اخويا صار ساعه نفتر، بس نسمع صوت النبيح، ما تقول لي وين الكلاب؟ ماكو كلاب. انا سوديك الكلاب لينه. لينه؟ ايه. جاي اكو كلاب يابسه واكو كلاب لينه. ايه اللين ما يعض واليابس يعض. اه ايه اندلن. خوش معلومه. طبعا. تم تفتن بالكلاب. طبعا كلاب مال مزابل. ماكو اخويا، ماكو. اه هذنهن. هلا اي خوش شربي ذنين. اي اقول لك بس ذنين مبين عليها المشلوبات. لا 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 ولا يهمك، انا موجود وياك. شنو المشلوبات؟ هسه لف لفت لف لف واجيب لك اياها. بعد اقول لك اخويا صاحب ايه؟ هذا يرهم ويصير كلب كيناي. اي يرهم ناخذه نغسله ايه؟ ونرتبه ونجمبزه. اهم شيء نجمبزه. ايه؟ بعد اخوك. ايه؟ واوديه للضابط ويقتنع بي. عد عيناك صدق كذي في الدوار وحدك. بعد اخوك هسه انا اروح اجيب واحد. لا تروح انت شنو؟ ها. انا موجود انت تروح. انا عد عيناك. انا لا 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 شغله شغلتي شلون اخليك. لا 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 انا اروح. لا اخوي انا اروح. بعد اخوك يابا، هاي وقفتك ما انساها طول عمري. عفو عليك يابا، انا ابن عمك. اي والله والنعم منك، انت صاحب السبع مالنا. انا السبع. يا تريد هذاك لذاك؟ ها؟ لا لا هذا المنا، ذاك مبين كلب، هذا المنا كلب بين كلب. ها؟ يعني جيب الاثنين انت. لا صير طماع، جيب لك واحد من بس واحد. ايه. خل احكي لك وياه قبل لا تروح. يابه راح يجيك ابن عم صاحب، هل تنهض بيه؟ عفيه، خش خش معلومه هاي. ايه. خش معلومه انت بس لا تروح بعيد. لا لا يمك. تعال تعال. وين صاحب؟ وين صاحب؟ صاحب انعضيت، مو قلت لك لا تروح؟ مين عضك ابوي؟ ولك عضني مكان ما يتوصف. يا شالع بذره من ظهره. تشاهدونه حصريا على 1001.